برضه اساينمنتس متدرجه، بمعنى مش عامل انا اساينمنتس برضه يعني حاجات، لا برضه تلاقيني ماشي معاكم بالتدريج زي ما بنمشي الامثله يعني. فان شاء الله هتلاقوها سهله يعني، بس هي محتاجه طبعا وقت يعني، تركيز اساينمنت كامل محتاج يعني. وقت عشان تركز وتحلها يعني. يعني حضرتك حليت عندك جزء منها دكتور؟ نعم حليت منها جزء دكتور، بس كيف ابعت لك اياها؟ كويس جدا كويس جدا، انا ما فيش مشكله. اللي بيقدر يعني ايه، انا بعمل الاكزامبلز. بص هقول لكم على حاجه بسيطه جدا، الفكره كلها وببساطه يعني، الانسان لما بيكون ما فيش دافع انه يستمر في اي شيء بيبدا يقع، بمعنى ما بيكملش يعني. ليه؟ بمعنى ايه؟ يعني مثلا لما بتكونوا في جامعه مثلا بتدرسوا او بتاع، فانت بتكمل وبتخلص، عندك امتحانات بتخلص مش عارف ايه، فبتضطر تركز وتخلص وتنجز. لكن لما بتكون داخل كورس كده انت حر، فبيحصل معانا مشكله اللي هي ايه؟ اللي هي زي فقدان الهدف، زي حاجه كده زي فقدان الهدف. وفقدان الهدف معناه ان انت يعني مفيش دافع يخليك عايز تحقق، فانت محتاج انك يبقى في دافع عشان تقدر تحقق. فانا بحاول ان انا احط اكزامبلز وكلام زي كده عشان يبقى في دوافع، فبتضطر تشارك، بتضطر انك تحل بتاع، فبتضطر العمليه تمشي، والا هنعمل في اخر الكورس زي اكزام، وده برضو ممكن يخلي بعض يعني تتضايق او ما تبقاش فاضيه. فهي الفكره كلها ببساطه، توجد لنفسك دوافع وحوافز انك تقدر تتحرك لقدام، هي دي القضيه بس. فلما انت مثلا المحاضره ممكن تكسل عنها، لما بتلاقي بقى اكزامبلز ومش عارف ايه وكلام زي كده، فبتضطر ايه؟ طب ابص، طب احل على قد ما اقدر، طب اعمل مش عارف ايه، فاهمني؟ فتضطر انت تحاول ايه؟ تشارك، حاول تشارك، بحيث ان فكره انك تشجع نفسك انك تنجز وانك تؤدي، ده شيء مهم، انك تشجع نفسك ان يبقى في دافع يخليك تتحرك انك تستكمل شيء، ده شيء من الاشياء المهمه جدا. فمجرد ان انا انزل لكم فيديوهات طبعا، بتلاقي نفسك انت ماشي هبقى اشوفها وتركن، ماشي هبقى اشوفها وتركن، ماشي. لكن المحاضره لايف بتخليك مثلا مضطر اخش، مش عايز اعدي المحاضره، حتى لو انا ما لحقتش اذاكر مش مشكله، اخش واحصل اللي اقدر احصله. فبتخلي تعمل نوع من انواع الدوافع انك تبقى موجود، فاهمني؟ لو انت بدات تكسر، لو بدات تكسر الدوافع دي هتلاقي نفسك في الاخر مش تعمل حاجه يعني مثلا ايه، مش مهم المحاضره اللايف، ابقى اسمع مسجل واحده في مسجل في الاسبوع اللي جاي، تقول مش مشكله احضر مسجل، خلاص هتلاقي نفسك ما بتسمعش المسجل وما بتحضرش اللايف، والموضوع بيمر وبتنتهي وتلاقي الكورس خلص، وتلاقي نفسك ايه ده؟ انا ما استفدتش. طبعا العيب فيك بسبب ان انت ما قدرتش توجد الدوافع دايما اثناء المحاضره. فانا بحاول بس ان انا ايه، قدر الامكان اوجد دوافع بحيث انك تتحرك. انزل لكم اكزامبلز شويه مش عارف ايه، شويه اكزامبلز كتير او اساينمنت يعني، تحاول تحلوها، حل منها على قد ما تقدر، مش لازم تحلها بالكامل، وما ينفعش تكسل عنها، فهمتوني؟ يعني دكتور كيف نبعت لك اللي حليناهن يعني؟ بدك تحلهن كيف بدنا نبعث لك اللي حليناه يعني، حلينا جزء منهم، نبعث لك اياه انا على الخاص وانت تجرب ولا على العام ولا كيف يعني؟ تعال لي بس على الخاص، ما فيش مشكله يعني. وكده كده احنا بنبدا في محاضرتنا اول حاجه نشوف يعني دلوقتي مثلا، يلا بينا نشوف الناس اللي عايزه تبعت لي اي حلول حلوها وكانت عندهم مشاكل فيها وماله، نبص عليها بصه. ماشي. يعني مثلا ايه، لو مشينا بالترتيب كده عشان بس ما نتشتتش. دكتور عندي سؤال بعد اذنك يا دكتور، بعيد عن المحاضره. هو دلوقتي مثلا موضوع تعلم البرمجه للكبير السن يعني اللي معدي 30 سنه، لان انا اسمع ناس يقول لك لا لازم تتعلمها وانت صغير عشان مش عارف بتعمل ايه وتسوي ايه وكبرتي يبقى انت كده صعب، ولا والناس اللي في المجال بتقول لك يعني احنا عايزين نطلع منها عشان كلها تفكير وكلها مش عارف ايه. بص بالنسبة للنقطة الأولى، تعليم البرمجة له علاقة بالسن، طبعا ده مش صحيح، مش صحيح بالمرة خالص يعني، يعني كفكرة فكرة خاطئة،
وكتطبيق وفعلي وفي الواقع كان ده برضه غلط. اقول لك ليه؟ كفكره ده دي ناس محبطه يعني، تاخد منها ايه؟ والسن عمره ما كان حاجز الا في السن المتقدم قوي يعني، اللي هو الناس يعني اللي هم يعني خلاص بقى عندهم مشاكل في الذاكره وكلام زي كده، ودي قصه تانية احنا ما لناش عليها دلوقتي، فاهمني؟ احنا ما وصلناش للمرحله دي، انت ما عدتش ال 60 وكلام من ده عشان تقدر تقول مثلا الذاكره بتاعتي بقت ضعيفه، مش التركيز، الامال عندي والطموحات بقت ضعيفه، اقول لك اه ده ممكن صح، لكن انت بتتكلم في 30 في 40 في كلام من ده ولا كلام من ده ولا اي حاجه. الدليل ان احنا مثلا انا مثلا بحتك بطلاب يعني دراسات عليا مثلا، فبتوع الدراسات العليا بيبقى في ناس اكبر مني بدرس لهم يعني، ولا في عندهم مشكله، وبالعكس بيحصلوا وبيمشي الحال وكل حاجه، فما تسيبش نفسك للاحباطات دي يعني، الواقع كمان بيقول الكلام ده غلط. وكذلك حتى للاطفال يعني، في ناس معانا هم بيقول انا عندي 43 سنه وما عنديش اي مشكله في العلاقه بالبرمجه مطلقا، وما اعرفش اساله سؤال يا استاذ طه، هل الدنيا ماشيه معاك كويس؟ يعني متابع يعني قادر تفهم اللي احنا بنقوله ولا الدنيا صعبه؟ الراجل بيقول تمام ما عندوش مشاكل يعني. فالكلام ده سيبه خالص وشيله من دماغك، ولا ليه اي لازمه اساسا. طيب في ناس طبعا صعوبات ويمكن التغلب عليها، ده طبيعي في اي مجال يعني، اي مجال هتبدا الاول تلاقي فيه مشاكل وليه بتاع. في البرمجه اغلب الحاجات اللي فيها انك تبقى مركز في اللي انت بتعمله. ودي حاجه بس يعني في الاول بتبقى صعبه، وبعد كده تلاقي نفسك الدنيا بتبقى اسهل زي اي حاجه في الحياه. حتى السن الصغير يعني، انا مجرب البرمجه مع اطفال كان عمرهم 12 سنه واخدوا برمجه وفهموا برمجه عادي وبينفذوا بيها حاجات وبرامج وما عندهمش مشاكل يعني اللي هي ما ينفعش، لكن عندهم مشاكل اللي هي العاديه اللي بتقابل اي حد داخل مجال جديد، لكن مش ما ينفعش. فاهمني ازاي؟ فالواقع بيقول ان الكلام ده هو كله كلام فاضي يعني، كلام فاضي. اما حته بقى الثانيه هي حته والله احنا ذات نفسنا عايزين نطلع من المجال ده. ما في ناس كده، وفي ناس كده عادي زي ما بقول، ما فيش حد بيستريح، ما فيش حد بيستريح خالص في اي مجال. في ناس يعني اغلب الناس الفتره الاخيره بيحاولوا يجوا للمجال بتاع الكمبيوتر، وعشان ابعاد كتير، من ضمن الابعاد مثلا الابعاد الخاصه طبعا بالعمل، يقول لك مثلا انا بتعلم كمبيوتر بقدر امارسه بعد ما اروح بيتي، اقدر يبقى دخل اخر، ينفع ان انا حاجات كتير يعني، في مميزات كتير. ينفع اشتغل حتى لو الشغل واقف، مش محتاج ان انا ابقى في شركه، انا ممكن اطلع سيستم لوحدي. في ناس بتفكر وناس عندها طموح، وفي ناس ثانيه يعني يا عم ده بقى بوجع دماغي واقعد مركز واقعد مش مركز خلاص يعني بتاعت. فمش كل واحد بيدي نصيحه من وجهه نظره يعني، اذا كان حتى طيب النيه يعني هو فعلا صادق يعني، ممكن يكون بسبب ابعاد شخصيته هو، تكون شخصيته هو كان كسلان. ما في ناس كسلانه من ايه خالص، صح ولا ايه؟ الناس الكسلانه دي اصلا بطبيعتها موجوده في الحياه، ف هتلاقيهم كل شغلانه مش تعجبهم، هو ما بيعجبهمش اصلا اي حاجه، ومش قادرين ان هم يعملوا اي حاجه او ينجزوا اي شيء، فمش معقول ان انساق وراء هؤلاء يعني. فانت يعني سيب الكلام ده ورا ظهرك ولا ليه لازمه خالص، ادي الحاجه حقها، وبعد كده قول انت قدرت تمشي ولا لا، بس الاول ادي الحاجه حقها. لكن الكلام يوقفك من قبل ما تدي الحاجه حقها، انت غلطان. يعني مثلا الناس بتبعت لي احنا عندنا مشاكل في اللغه الانجليزيه ومش قادرين نتعلم برمجه عشان عندنا مشاكل في اللغه الانجليزيه، حتى من الجروب اللي معانا. يا جدعان مش شرط احنا بنيجي بنتكلم على بعض الاوامر مثلا او حاجه، بنتكلم فيها انجليزي، بس حتى ممكن تكون انت بتعرف انجليزي وما تعرفش الكلام ده معناه ايه. يعني ممكن تكون عندك خلفيه انجليزي كويس ومش عارف مثلا يعني ايه كونديشن، ما عدتش عليك مثلا، ولا اي كلمه من الكلمات البسيطه يعني ايه مثلا كيورد، لا كيورد مثلا اقول لك ايدنتيفاير مثلا، احنا اخذنا ايدنتيفاير اللي هو طريقه تسميه بتاعت الفاريبل، او كلمه فاريبل مثلا ممكن تكون عارفها انجليزي. فاريبل فكرتها
كاني مش فاهم ان هي يعني ايه مكانه الميموري بحط جواها حاجه واعمل مش عارف ايه ليه قصه تعالوا فاهمني ليه قصه فانت يعني القصه دي بتتفهم برمجيا مش بتتفهم انجليزيا فبتفضل اسمها فاريبل بس انت فهمت بقى هو ايه بقى وبتعمل ازاي وشغال ازاي وكلام زي كده فهمت خلاص هتعرفوا كلمه فاريبل وخلصت فاهمني فما الحاجز بتاع اللغه لا انت سيبك من اللغه خالص وخليك مثلا على قد اللي انت بتاخده وايل مش معناها وايل بتاعت اللغه الانجليزيه والقواعد بتاعتها لا احنا هنا عندنا قواعد ثانيه وشغل ثاني خالص فانت بتاخد مصطلح بس تتعامل مع مصطلح وخلاص فاهمني فما تخليش باختصار ما تخليش اي كلام يأثر فيك بالسلب وانت لسه ما اديتش الحاجه حقها يعني ايه خلي الفعل قبل الكلام انت خلاص موت ومعك وقت شويه وقت يعني استثمره من الاول ودي وقتك للشغل وحاول وا 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 واسمع الفيديو ده. الفيديو ممكن يسمع مره واثنين وثلاثه واربعه يعني في ناس بتعمل كده وفي ناس ثانيه ما بتشوفوش اصلا هم بس مجرد على طول خش يعمل داونلود وركن عندك يعمل داونلود وركن عنده على الهارد ديسك كورسات تخليه عبقري وهو يعني سوري في اللفظ حمار يعني ايه الفرق يعني كورسات مرميه عندك يعني وعمال تجمع لي فيها تجمع لي فيها ايه يعني ايه دماغك يعني من هوات جمع الطوابع حضرتك يعني ايه يعني عمال تجمع كورسات بتاعت ايه يعني عشان عايز لما يبقى دي ولا عمرها هتبقى ولا عمرها هتبقى خد خطوه خد خطوه اتعب شويه وبص ما تخليش بس الكلام يقعد يجيبنا دماغك وبس ومفيش فعل فانت انسى كل الكلام المحبط وخليك بس خد خطوه انت موجود ذاكر يا اخي حاول تبص على الفيديو مره واثنين اقل شيء يعني اقل شيء احنا في بدايه لما كنا بنتعلم برمجه اتذكر ايه زمان كنت الواحد ما كانش طبعا فيه ولا فيديوهات ولا تسجيلات ولا كلام من ده احنا كناش نقدر نسمع حاجه مره واحده يا تلقطها يا ما تلقطهاش واذا سمعتها واغلب الحاجات كلها كانت بتتقري كنا بنقرا ما نفهمش ساعات الجمله يقصد بها ايه نضطر نطبق وننفذ ونعمل ومش عارف ايه وكلام زي كده ما كانش بتثبت في دماغنا غير بعد ما نفذنا مره واثنين وثلاثه واربعه بدات ترسخ في المخ الواحد وخلاص وبقت بالنسبه لنا حاجات ثوابت فانت لازم تاخد انك تعتاد الشيء وبنحاول نرتب لك الموضوع فانت سيبك من كل المحبطات وخليك في الايه خليك في الفعل اعمل بس كده وحاول وما تذاكر المحاضره مره واثنين او مره يا عمي او مرتين بالميت ودرسك مش فاهم يبقى نتكلم يقول الحته دي ما فهمتهاش فهمتني لكن انا ما ذاكرش حاجه مره واثنين ولا حاجه وانا مجمع كل حاجه ولا ماسك التفاصيل ولا اي حاجه وبسمع حاجه وبفوت حاجه ومش عارف ايه وانا اللي موقع والموضوع صعب فاهمني فسيبك بقى من الكلام وخليك في الايه في الفعل اما السن ولا العلاقه وسيبك بالله عليكم سيبكم مش انت انا بتكلم على كل عموم الله يسيبكم من الناس اللي بتبطل يعني اخرونا كتير سيبكم من الكلام الفارغ يعني والله يعني في ناس يعني بتبقى عن يلا في ناس طبعا عن طيبة نية هنقول كده يعني وفي ناس تانية بتبقى خبيثة يعني في ناس ما تحبش نفس الناس الخير فانت سيبك من كل الكلام ده سيبك من الناس وارمي ورا دماغك وشوف مصالحك وانسى بس طيب ها في اي حد تاني عايز يقول حاجة ولا نبدأ طيب المثال ده عايز يصمم برنامج يسأل المثال عن بدايه الارقام ونهايه الارقام التي يريد طباعتها ثم يطبع البرنامج من خلال جمله وايل الارقام من البدايه اللي حددها المستخدم وحتى النهايه اللي حددها المستخدم اللي حد عمل يبعت لي البرنامج كده لو عمله بس يبعته لي ابعتهوش نعمله داونلود ابعت لي الكود بس حد يبعثي؟ طيب معانا استاذ محمد طه طيب لو
كان سايبه على طول. دكتور عادل ممكن تسمح لي اسجل؟ انا سمح لك. شكرا. طيب احنا عندنا هنا وقت ايه هو المثال، هو عمل انتر فيرست نمبر انتر لاست نمبر، ما اعرفش دي ايه، ايه دي ما علينا. وايل ان فيرست نمبر، لا معلش دي زياده زياده، انا نسيتها دي كتبتها كده، ملاش مش ملاش معنى يعني، كنت حاطط في الاول اي بتساوي فيرست نمبر كانت 3 ملاش لازمه فهتشيلها خالص، فنسيت اشيل دي للاسف يعني. تمام، طول ما الفيرست نمبر اقل من اللاست نمبر او يساويه هتبرنت الاي، هيطبع الاي، الاي دي ايه؟ بعد كده الفيرست نمبر زائد بيساوي الفيرست نمبر، طبعا البرنامج دوت هيبقى فيه حاجه فيه عيوب يعني، انا مش عارف ايه الاي اصلا. سوري لا 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 هي بس عليك مرور، في الاول كنت حاطط فاريبل تاني كوسيط ان ما كنت محط الاي بيساوي فيرست نمبر، بعد كده محلت اعدل وقلت له مش لازم الاي، ما لحقتش يعني بتتكلم ولا ايه؟ هو ران معايا ران معايا، بس انا هتشيل حضرتك الاي يبقى فيرست نمبر. الو هيك سامعني؟ خليك معايا حضرتك لحظه. خلاص بس انا يعني مصلحك. انت فهمت قصدي؟ اه انا فهمت قصدي، بس انا كنت بظبطه. ماشي، هو بس نمبر يا ريت تاخد بالك من السبيلنج، بس الفيرست نمبر اظهر من اللاست نمبر الى الفيرست نمبر، والفيرست نمبر ليه بتزود الفيرست نمبر؟ انا عايز افهم. بتزود نفسه يعني بتضاعف، احنا مش ماشيين بالمضاعف. يعني احنا المثال بتاعنا بيقول ايه؟ يعني اطبع الارقام اللي ما بينهم. فانت كده مثلا لو انا واحد هيبقى اثنين، اثنين هتبقى اربعه، اربعه هتبقى ثمانيه. انت بتضاعف كل مره، يعني احنا مش محتاجين المضاعفه، احنا محتاجين نزود واحد. لا لا سوري ما خمسه. مش مثلا هو كده حضرتك صح، واحد و10 كاونتر بيساوي واحد يا دكتور. بالظبط هنزود واحد هنا بس، ومشي واحد 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 برضه، اثنين 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 بقى اربعه، اربعه بقت اربعه، اربعه بقت ثمانيه، ثمانيه ثمانيه و8 و16 ما طبعهاش لان عدت ال 10. بص يا دكتور انا فعلا كنت عامل لها كده، بس للاسف زي ما قلت لك كنت حاطط فاريبل اسمه اي في النص، ما كانش ليه معنى برضو. انا مش عارف ليه مصر في التفكير ده ان انا احط اي في، يعني لازم اشبكه ببعض، فلما حيت بقى اشيل الاي واحط فيرست نمبر على طول، فللاسف بسرعه فلخبطت بقى الدنيا، فسوري بقى. فانا انا يعني مش مقصد ان انا اعمل ده ابلكيشن، لا انا بس مش واحده انا عايز بس افهمك ان انا ما بقول كده مش ببقى بنقد، انا بوضح للناس الاخطاء اللي انت حليت، لكن في غيرك هيدوهم نفس المشاكل وما حلوش، او في نفس الموضوع بتمر في دماغهم، احنا بنوضح ليه احنا بنعمل كده يعني عشان الناس كويس تستفيد بس مش اكتر يعني. احنا اصلا الفكره بتاعت ان انا اقول لكم ابعتوا لي وابص على الناس، فكره ان الناس ان نشير الاخطاء ونشير الايه الافكار، يعني هي دي القضيه. انت عايز تستفيد. انا عندي مشكله دايما حته ان انا يعني ما بحبش استخدم الفيرست نمبر، لما احط فاريبل اللي هو الاي والاكس والحاجات دي في النص يعني. نفس المشكله القديمه بتاعت البرنامج اللي قبل كده، ان هو بحط حاجه زياده يعني بفتح في الرام ميموري زياده على الفاضي، مش عارف ليه اللوجيك ده لازق في دماغي، فهي دي المشكله يعني، فبحاول اظبطها. والتاني معلش انا ما قدرتش اسمعك بشكل واضح. انا في الاول يعني ايه كنت حاطط زي ما حضرتك فيرست نمبر، وبدل ما احط كلمه فيرست نمبر احط في كوتيشن عشان باش كلمه فيرست نمبر دي كبيره، فكنت حاطط اي بتساوي فيرست نمبر، يعني حطيت الفيرست نمبر جوه فاريبل تاني، هي دي كانش ليها اي معنى عامه يعني، فهي دي مش عارف في نمط التفكير بحاول انا اغيره يعني. فما جيت بقى ابديت لما اكتشفتها قلت انا كده بكرر نفس الاخطاء تاني، ما جيت يعني ارجعها تاني، فللاسف نسيت بقى ان انا اغير. هتتعود، لا عادي هتتعود يعني، مش هي دي الفكره يعني. هتلاقي نفسك بعد فتره خلاص طالما بتحل اللي كتير هتلاقي نفسك بتتخلص منه. طيب انا عندي الستارت نمبر الاند نمبر، وطول ما الستارت اقل من الاند لكن مش بيساويه هيطبع الستارت وما بينهم وتابع، يعني عايز هو يسيب تابع من كل حرف ويزود الستارت وهكذا وهكذا، ولو الستارت اكبر من الاند هيقول لي دخل رقم تاني، يعني مع يعني ايه لازمه دي؟ مش عارف ايه لازمه دي، تعال نجرب. قال لي الستارت نمبر بتاعك كام؟ قلت له 3 7 سوري انا غلطت
3 7 قال لي 3 وال4 وال5 وال6 طبعا ما طبعش ال7 بس انت كنت تعمل بس او يساوي عشان تشوف ال نعم دكتور بس دكتور في بعض الاحيان بحط ستارت نمبر ليش حطيت هذه ستارت نمبر اكبر من ان هاي لانه بعض الاحيان بحط ذا فيرست نمبر بكون الرقم مثلا 7 الان 3 مثلا فما بتزبط بيطلع لي النتيجه فاضي فحسيت حطيت انه هاي بس الشرط يعني. فهمت لما قريت الرساله الوقت يعني فهمت تقصد عايز تقول له ما ينفعش يعني تكون الفيرست نمبر اكبر ما حطها في الاول يعني بحيث ما دي اكسبشن يعني اكسبشن يعني مجرد يعني ان لو ده اكبر من ده يبقى انا بالنسبه لي اصلا مش هتتم العمليه ده اللي تقصده نعم كويس لكن انت هنا بس محتاج اظهر منها وايه او تساوي الرقم الاخير بس يجي معاك مظبوط مظبوط طيب انت يعني بعد معانا محمد طه بعت الثاني محمد طه مش شفناه دكتور لا انا كان التعديل بس خلاص كده تمام تمام طيب عشان ما نضيعش وقت في الاكزامبل الثاني ده صمم البرنامج يسأل مستوى عن بدايه الارقام ونهايه الارقام اللي عايز يطبعها ثم يطبع البرنامج من خلال جمله وايل الارقام الفرديه من بدايه اللي حدد المستوى حتى يعني نفس الكلام بس الفرد اللي هنطبع الفردي بس قعد يفكر فيها وحلها معانا استاذ رامي مظبوط يعني انا مجرد النظر على الكونديشن اللي انت ضفته عرفت ان انت على طول ظبطت الدنيا يعني فلو او بصيتوا معايا اللي عمله خد الرقم الاول وخد الرقم الثاني وقال لك طول ما ده اقل من او يساوي الاند خلاص هيسال لو الستارت مدرس 2 بتساوي 0 طب ما كده انت غلطان كده هتطبع الزوجي المفروض تقول ما مدرس 2 بتساوي انت قايل لا تساوي صح 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 ما خدتش بالي خدت بالي انها بتساوي وكنت ما الستارت انه مدرس 2 يعني بقى القسمه الصحيحه على 2 لا تساوي 0 لان بتساوي 0 يبقى زوجي لا تساوي 0 يبقى فردي لو مثال هو اتغير وبقى بيساوي يساوي 0 يبقى بطبع الارقام الزوجيه وخلاص وخلاص ده تفكير واسهل تفكير على فكره يعني ده اوضح تفكير في الفكره يعني واطبع غير كده انت بتزود واحد وتخش على اللي بعده زود واحد وتخش على اللي بعده طبعا في تفكير تاني هيطول الكود ويعلي البرفورمانس بس بخمسه هبدا مثلا بالثلاثه وانتهي بالتسعه قال لي ثلاثه خمسه سبعه تسعه حد عنده فكره ازاي ممكن نعلي البرفورمانس بتاع الفكره دي حتى لو كتبنا كود اكتر يعني ده مثال انا هقوله عشان حاجه واحده عشان كان في حد قبل كده سالني قال لي هل ممكن نكتب كود اطول ويبقى البرفورمانس اعلى فاكرين الكلام ده ولا مش فاكرينه نعم نعم صحيح قلت لكم ممكن نكتب كود اكتر والبرفورمانس يبقى اعلى ففكره اللي بالكابشه ده اللي هو بالكود دي كبيره دي لا الفكره دي مش صحيحه عارفين ايه هي؟ عشان ما اضيعش وقت. انا لو ظبطت الرقم الاول خليته فردي هوفر ان انا ازود واحد وامشي باثنين. فامشي خطوات اقل. مش عارف فهمتوها ولا لا؟ يعني لو البرنامج ده مثلا بيطبع 10 ارقام. خلينا في مثال بسيط من 1 ل 10 اللوب دي هتلف كام لفه؟ 10 مرات وهتسال الاف كام سؤال؟ 10 مرات 10 مرات يعني 10 في 10 صح؟ نعم. بتلف 10 مرات وكل مره بتسال الاف مره انت عندك يعني ايه 20 لف 20 حركه بتحصل عشان تطبع الارقام اللي هي من 1 ل 10 تخيل بقى دي لو مليون لو 50,000 لو كده في حين ان انا عملت ايه؟ لو قلت اف خد بالكم بقى من الحل ده قلت اف ان الستارت نمبر
مودلس 2 لو كان بيساوي 0 يبقى الرقم ده ايه يا شباب؟ زوجي. حد زعلان من دي؟ يبقى زوجي. يبقى اقول له ستارت نمبر زائد بيساوي ايه؟ 1. ايه اللي حصل لما زودت عليه واحد؟ طالما هو زوجي صار فردي. صار فردي. هو مشال هنا كده تمام خالص، بس ايه عادي في اللوب طول ما ده اصغر من ده انت شغال، واطبع الرقم وازود عليه 2 فهو رقم فردي، فلما ازود عليه 2 ياخد الفردي الايه؟ الفرد اللي بعد ازود عليه 2 يبقى اخد الفرد اللي بعد الفرد اللي بعد الفرد اللي بعد. فلو انا اطبع من 1 ل 10 يبقى انا هعمل ايه؟ الاف اتسالت كم مره؟ مره واحده. مره واحده عشان دي بره اللوب، فالاف اتسالت مره واحده. واللوب لف كم مره؟ 5. جميل. لا البرفورمانس هنا اتغير ليه؟ العالي خالص، غير خالص. هذا الدكتور واحد بعد ما يكتب الكود لازم يفكر بطريقه انه لا 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 يحس... انت حلك بس انت حلو حلك ممتاز. ويكفي انك توصل كده وخلاص، يعني يعني مش محتاج قوي انك انت انا بخاف ساعات ان انا اشرح الحاجات دي على فكره، بس جميل هيك يعني الواحد يعرف ان طريقه التفكير الثاني حلو كثير. الله يجزيك الخير. انا بخاف ان دوت يعمل احباط لبعض الناس. لكن علي 5 7 9 11 13 15 لو انا جيت عملت كده وبدات بزوجي 2 يعني مثلا وقلت له لغايه 15 هتلاقيه ماشي 3 خ... لما ظبط نفس 3 وبعد كده بقى يزود ايه؟ اتنينات على طول. صح. انا بخاف اشرح بس الحاجات دي لان ساعات بتعمل احباط للناس، بس بضطر اشرحها ليه؟ عشان ده يبدا ايه؟ ياخد باله ويبدا يتعود. فانا بقول لو ما اتعودتش هتعرف يعني السنه تعرف لوحدك كده مش هتعرف، فانا مضطر اقول لك عشان تتحرك، لكن مش معناه انت مطالب بده، انت حاليا مطالب بس انك تعرف تحل صح، ما تعقدش نفسك خالص. طالما والحل والمثال اللي تحله ويطلع نتيجته صح سيبك منه خلاص، خش في اللي بعده، خش في اللي بعده، مش محتاج اكتر من كده. فهمتوني؟ لكن انا بقول ده عشان تبدا ايه؟ فكره تجي لك هتقول اه دي زي المثال اللي عملناه قبل كده ووفرنا، فانا ممكن اعمل كذا. فتلاقي نفسك بقى عندك شويه حلول كده جانبيه بتوفر عليك، هتبدا تاخد خبره، فاهمني؟ تبدا تشرب خبره بس انا بعملها عشان كده. طيب في مثال بعد كده، صمم برنامج يسأل المستخدم عن مدى الأرقام بتحديد نهاية وبداية الأرقام، ثم يسأل البرنامج المستخدم عن الرقمين. يتم قسمة أرقام المدى عليهم، يعني أسألك عن الرقمين بداية ونهاية، بعد كده أسألك أقول لك مثلا 7 و9. يبقى أنت لازم تقبل الأرقام اللي بتقبل 7 والتسعة. بس. حد حلها دي؟ طبعا دي بقى ما تتحلش غير بالطريقة بتاعت إيه؟ غير بتاعت رامي. نفس الفكره اللي فاتت بس يعني او اقرب الى الفكره اللي فاتت، يعني مش نفس الفكره بس هي اقرب ليها. ها حد يعرفها ولا حد عملها؟ عملت جزء منها بس مش كامله يعني لما كملتها المشكله، لان هسه يعني ما فكرتش فيها كثير. في حد ثاني يا شباب؟ طيب هو مثلا ايه؟ عامل كده هاخد نفس الفكره القديمه اللي كان عاملها في زرام، واقول دخل رقم الاول دخل رقم الثاني ماشي، واقوم داخل عندي ديفايد او ديفايدر 1 تمام، وعندي ديفايدر ايه؟ ديفايدر 2، يعني اللي هنقسم عليه الاولاني وهنقسم عليه الثاني، او القسم الاول والقسم الثاني. ماشي. فانا هعمل ايه هنا بقى؟ هقول له لف من الاول الستارت نمبر للاند نمبر عادي تمام؟ ما عندناش مشكله.
بس مش هقول له بقى لازم يكون رقم ايه باقي القسمة الصحيحة على الاثنين بيساوي صفر، لا هقول له بقى القسمة الصحيحة على مين؟ على الديفايدر الاول، صح ولا ايه؟ لازم نتقسم على الاولاني ما يبقاش فيه كسر، يبقى بيقبل القسمة على مين؟ على الاول بس. قلت له لا، اند نفس الكلام الستارت نمبر ده برضو باقي القسمة الصحيحة على الديفايدر الثاني برضو يكون بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. يبقى ضمنت انه قبل قسمه صحيحه على الاول وقبل قسمه صحيحه على مين؟ على الثاني. في الحاله دي اطبعه، ما كانش كده كده سواء كان طبعا او ما طبعش كده كده باخد الايه الرقم اللي بعده، سواء كنت طبعت او ما طبعتش كده كده باخد اللي بعده واعمل نفس الاختبار واشوف برضو بيقبل قسمه على الاثنين ولا لا، واعمل ايه؟ واخد ازود واحد واشوف نفس الاختبار بيقبل قسمه على الاثنين ولا لا، وهكذا 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 لغايه لما ايه. طيب احنا عايزين مثلا ايه حاجه تكون سهله علينا يعني نرن كده مثلا واقول له من 1 ل 10 مثلا الارقام تبقى نسمع على حاجه سهله على الاثنين والاربعه مثلا، الاثنين والاربعه يعني معانا الاربعه والثمانيه صح؟ الاربعه والثمانيه تقول على الاثنين والايه؟ والاربعه. فقال لي ايه؟ اربعه وايه؟ الاربعه والثمانيه. لان لازم الارقام كلها تقبل اسم على الاثنين والاربعه معا. وضحت الفكره؟ طب دكتور بصير مثلا نعمل هيك مثلا ابعث لك اياها مثلا ابعث لك يعني نستخدم هيك تقبل القسم او مثلا يعني حط سلاش سلاش هاي تقبل القسم الصحيحه. تمام؟ مفيش مشكلة. يا شباب. طيب الظاهر ان انتوا يعني ما كملتوش اكتر من ثلاث اربع اسئله يعني. اسايمنتس بيت اسايمنتس ما حد حل حاجه في الفورم؟ حليت بالفورم. طيب. صمم البرنامج يسأل مصمم بدايه الارقام ونهايه الارقام والدروب الطبيعي ثم يطبع البرنامج ويخلي جمله الفورم بدايه نفس المثال بس الفورم. هو برضه اللي هو فكره السؤال نفس يعني المثال الفورم. نعم المثال الاولاني بس الفورم. حد عمله؟ عملته يا دكتور بس بعت لك اياه. طيب هذا الزوجي هنا بتشوف الفردي يعني هذا الكويشن الثاني الاول اللي هي بعت لك اياه ماشي ما في اسف بعت لك اياه ثاني مره عادي بيطبع ما بين الرقمين بس بالفوق يعني بس بدها ايكوال نسيت احط يساوي يعني صلحها مع بعض انا عملت الساين 4 ماشي خلينا ايه سؤال باشمهندس احمد مجدي هل من الطبيعي ان انا اجد صعوبه في حل التمارين؟ طبيعي بنسبه يعني ايه قبل ما تسال نفسك هل من الطبيعي ان انا اجد صعوبه في حل التمارين؟ السؤال هل انت ذاكرت وطبقت التمارين اللي جت في المحاضره؟ لو ذاكرت وطبقت التمارين اللي جت في المحاضره ومش قادر تحل التمارين قول لي لازم ساعتها تتكلم معايا تقول لي انا طب انا افكر ايه هقول لك فكر يلا وريني هتبدا ايه اكتشف المشاكل اللي عندك ايه انا عمري ما هحل لك مشاكلك من غير ما اسمعك عشان كده بقول ايه لكن انا مثلا ما ذاكرتش قوي او ما طبقتش كل الكلام اللي جيت في المحاضره او ما راجعتش المحاضره وعايز احل فلاقي نفسي مش قادر احل طب ما ده طبيعي
مش اي مشكله طبيعي اهو دخلت على طول من غير ما اراجع اه طبعا فتلاقي نفسك مش قادر تجمع ما ده طبيعي فالعيب هنا مش في الصعوبه انك مش عارف تحل التمارين خدت لي بالك العيب هنا في الايه في ان انا اصلا ما بصيتش وطبقت الحاجات الاول عشان اخد تمرين عليها عايز انط على التمرين على طول فاستعجلت نفسي فلاقي نفسي ان انا اتعطلت صح كده طيب هنا بيقول لي ايه دخل الرقم الاول دخل الرقم الثاني يعني هو دايما على فكره يا استاذ احمد طبعا مش انت بس كل الناس هو الشيطان بيحاول يلعبنا ان احنا نخسر يعني او يفشلنا او يعني بيخلينا او النفسيه بتخليك تبقى في النازل فانت كل فكره بتبقى ايه؟ انك بتتوه عن اصل المشكله فلما تتوه عن اصل المشكله تبدا تاخد قرارات خاطئه يعني فاصل المشكله انا اصلا يعني واحد لو هو بس مركز يقول لك انا اصلا ما ذاكرت المحاضره كويس وما بقاش يعرف يحل عليها يبقى قصه ثانيه لا هو هتلاقي نفسك ايه جيت ماشي ايدك مش قادر تمشي ايديك والدنيا واقفه فتقول الموضوع صعب بس هو حاط جواك الموضوع صعب اصل الموضوع مش صعب هو انا بس ما اديتهاش حقها لو اديت حقها الدنيا عاديه جدا اتخيل ان انا ماشي معاكم والله يعني بالله بحاول اتدرب حاسس ان الموضوع يعني مش هينفع تبقى صعب لو انت مشيت طبعا ورايا ومتابع وبتطبق لكن طبعا انا عارف برضو الظروف وساعات بس انت حاولت ايه تجهد نفسك شويه عشان تماشي او تجاري يعني ربنا يوفقك طيب هنا بدا البدايه والنهايه وبعد كده ايه في ان الرقم ده اصغر من الرقم ده يبقى في الحاله دي الرقم في الرينج من البدايه تو النهايه زائد واحد ليه النهايه زائد واحد؟ لان هي دكتور لانه الرينج من واحد مثلا حطيت واحد الى 10 باخذ واحد الى 9 فبزود واحد عشان يعطيني الرقم يعني كامل طب انس بيقول له دخل كذا 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 ماشي مش مشكله نجرب ستارت نمبر 1 الاند نمبر 10 طبعا معايا من واحد ليه؟ من واحد الى 10 ممتاز